في اعتقادي هذا الحوار فيه الكثير من علامات الفشل للأسف، لأنه حوار فما فيه برشا لزون دي سيرتيتود، ويلعبوا الناس على مناطق الغموض. مناطق الغموض هذه، أولا رئيس الجمهورية اللي هو بالمفترض نظرا لي ما يهيئ له الدستور، ونظرا لي الشعبية الانتخابية، ونظرا لرمزيته، من المفروض أن رئاسة الجمهورية تحتضن هذا الحوار. أنا لي علم أن الرئيس غير مقتنع تماما بهذه الأطروحة، غير مقتنع بأطروحة الحوار، لأنه لسببين يعتقد أنه له الحقيقة، ومن يمتلك الحقيقة لا يحتاج إلى أن يتحاور، لأنك إذا كنت تتحاور معنى ذلك أنك قد تجد الحقيقة عند غيرك، ولا قد تبني معها حقيقة أخرى، أو قد تبني معها حقيقة مغايرة تماما لما تقتنع. ولكن يبدو أن السيد لثقافته السياسية كذا 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 يعتقد أنه يمتلك الحقيقة السياسية، واثنين السيد رئيس الجمهورية يعتقد أن من يفترض أنه يكون محاورين له في الأصل يكونوا تحت رقابة العدالة، إما لأنهم فاسدون أو لأنهم مورطون أو لأنه إلى غير ذلك. يعني يعتبروا أن الحوار هذا نجم يمثل طوق نجاة لنخبة سياسية وطبقة سياسية هو يحملها مسؤولية الأزمة. نعم، هو يعتقد أن أي حوار وكأنه إنعاش لطبقة سياسية كان يفترض أن تحتضر بشكل متساوي، أن يتم إطلاق رصاصة الرحمة عليه. نعم، السيد رئيس الحكومة يعتقد أنه إذا بادر الحوار كان فوق المساءلة، واضح، في حين أنه من يحرص على هذا الحوار يريدون أن يدفع نتيجة الحوار، يدفع هو ثمن هذا الحوار. إحدى مخرجات الحوار التي يتمناها المتمسكون بالحوار التفكير فيما بعد المشيش، التفكير فيما بعد المشيش. أعتقد حينئذ أن كنس بين قوسين الحزام السياسي حول الحكومة سيكون إحدى مخرجات الحوار. الثلاثة المترددون الآن في الحوار، لأنه في ثلاثة، هناك من هو متحمس جدا للحوار، وأعتقد أن هناك أحزاب ذهبت إلى السيد رئيس الجمهورية وحاورته حول كذا، لهم استراتيجيات معينة كما التيار الديمقراطي، كما حركة الشعب، نعم نعم، كما اتحاد الشغل اللي يتحدث على مبادرة، نعم، ولكن نعم بشروط. والأهم من كل هذا أنه من يتبنى الحوار يجعل نفسه فوق الحوار، فمن استراتيجي. معنى ذلك، سامحني محمد، معنى ذلك أن مثلا الاتحاد العام لرئيس الشغل إذا ما تبنى الحوار، معنى من لا أحد يناقش دور الاتحاد في مرحلة انتقال ديمقراطي، ما العلاقة بين المسألة الوطنية والمسألة الاجتماعية، هل يجوز للاتحاد أن تكون له فيتو سياسي على مناصب، على سياسات اجتماعية؟ معنى ذلك أنك أنت وإن أقنعت الآخرين بالحق فأنت فوق أدولا دي ديالوج. وأنا في اعتقادي هذه الاستراتيجيات المختلفة، هذه الاستراتيجية المختلفة سواء للداعين الحوار أو المترددين أو الرافضين له، ستجعل من الحوار ستجعل منه تقريبا تهدئة، هي هدنة، تريف، هدوء ما قبل العاصفة، هدوء ما قبل العاصفة، وهي مسكنات، لأننا تجنبنا الأسئلة الكبرى، وأعيدها وأكررها، ما هي التسويات الكبرى بين المجتمع والدولة؟ أي دور للمجتمع المدني في مرحلة الانتقال الديمقراطي؟ هل ما زال لنا أصلا إمكانية أن نمدد؟ احنا تو دخلنا منها في الساعات في الوقت الضائع، ويلزمنا واحد مارادونا يدخل الكوره. من اشكون من مارادونا في السياسيين من يدخل الكوره في شبكه الدوله ولا في شبكه المجتمع، جو نسي با.